مسافر بعين وجه بس انت وين رايدك يلبيك اشبع مشتهاي قمت الف رمشك على زنود ويطول براس راح وكل حرف بيك انت ناي الروجه مشطها ببلم شعرك طويل حاسبك ولفو طلع ما عند راي والمصيبه الماخذك يشبهنا حيل الفرق كان بيننا مو مستواي مساء الخير مساء العافيه مساء الحب متابعينا الكرام متابعين قناة دبليو تي في وطن ومتابعين برنامج جلسات العيد مع البهلول اليوم أمسية مختلفة بيها أكثر من لون وأكثر من طعم خلونا أنا وياكم نرحب بالضيوف الموجودين اليوم ويانا الكرام الفنان الجميل اللي أنا أحبه وأحب صوته عمار إسماعيل كل عام وأنت بخير كل عام وأنت بخير أهلا وسهلا بيك بقناتك دبليو تي في وطن وعلى الشعب العراقي ونحيي كل الناس ويا ربي عم الأمان على هذا البلد حياك الله حياك الله خلونا نرحب بالضيف الأول الشاعر الحبيب المبدع حميد جاسم من محافظة كربلاء الحبيبة طيبة كل عام وانت بخير حميد كل عام وانت بخير حبيبي أستاذ علي إن شاء الله أيام سعيدة وحج مبرور إن شاء الله وساعي مشكور كل حجاجة إن شاء الله خلونا نرحب بالضيف الثاني الآني مراهن علي من هاي العائلة الشعرية اللي هو بيها الحبيب الغالي من بغداد موسى المحمداوي كل عام وانت بخير يا حبيبي استاذ علي كل عام وانت بألف خير ان شاء الله وسنه صحه وسلامه على الشعب العراقي ان شاء الله تدور قلبك اكيد ما ننسى نرحب بالغالي الحبيب العازف الاورج الجميل اليوم ويانا وكل عام وانت بخير يا روحي صحه وعافيه ان شاء الله حتى نطل عليكم خلي نبدي اول فقرات من جلسات العيد نريد نسمع مساجله شعرية غنائية قدام نريد نبدأ بيها قبل هيك قدام نبدأ من حميد كيف نسمع قصيدة وراح يشارك الفنان الحبيب عمار اسماعيل هضيمة وما نحب مثل اللي يحبون هضيمة وما نحب مثل اللي يحبون بس بالفترة الأولى النوب تبرد الله هضيمة وما نحب مثل اللي يحبون بس بالفترة الأولى النوم تبرد قبل سامع اللي يهوى يحب الاعتاب وانا منول اللي يش وظرفه ينسد الله ايش سهلك ويا غيري قبل سامع اللي يهوى يحب الاعتاب قبل سامع اللي يهوى يحب الاعتاب وانا منول اللي يش وظرفه ينسد إش سهلك ويا غيره وطلسم وياي إش عجب بس يما حد شيك دوم يشتد البريد البينة جوب المساجين الله عقب كانت جدام الساعة معضد البريد البينة جوب المساجين عقب كانت جدام الساعة معضد أنا قالوا له وصي وقلت لاقيك وعرض حبل الإعدام البيدك انشد الله سلام الله الله قالوا تسلى عن المحبوب قلت بمن قالوا 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 تسلى عن المحبوب قلت بمن كيف تسلي وبالعشاو نيرانو نيرانو قالوا تسلى عن المحبوب قلت بمن كيف تسلي وبالعشاو نيرانو ان التسلي حرام في مذاهبنا الله
ان التسلي حرام في مذاهبنا فشارب الخمر يصحو بعد سكرته وشارب الحب طول العمر سكران فشارب الخمر يصحو بعد سكرته وشارب الحب طول العمر سكرانو سكرانو دانا ودانا 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 اخذ قرب المايك شعر على اخر شيء والاخر حسرات اخذ شعري لاخر شيب ولاخر حسره والدين ولاخر حسره والدين وخليت العقل للناس مرتاح بسوادي الله عقب ما كنا نسوى نعيش من البدايه من البدايه خاطر اخذ شعر لاخر شيب ولاخر حسره والدين وخليت العقل للناس مرتاح بسواديني عقب ما كنا نسوى نعيش صرت لك دمعة تبجيني وفروع المقابر عدلوها الناس ما مخبط سنين الله وفروع المقابر عدلوها الناس وانا مخربط سنيني وانا مخربط سنيني وكاسية العمر متخبطة وضاع ويمشي الوقت شنه يفيد من توقف الساعة الله وكاسية الله. العمر متخربطة وضاع الله ويمشي الوقت شنه يفيد من نتوقف الساعة قلت اتبرى منك بالمحطة هناك قلب محضر وداخ لك دينك ولدين انا دين السهر والمرض والتدخين يلطينك ترف ما يرهم الطين وجت هدت هوى ووقعن شموع الروح الشمس متزاعله وكرهت موازين الله الوجع الله الوجع بالليل يكبر مثل صوت الباب الله الله الوجع بالليل يكبر مثل صوت الباب مثل صوت الباب ومن شفت الشعر ينباع عرفت مسامرك كذاب الله وعرفتك مثل روجة ماي من تروح ما تنجار بحزن غبشة وسمعت اخبار عنك غير قالوا حق الله بحزن غبشة وسمعت اخبار عنك غير قالوا حق ويشاتني يشاتني بس روان سقفك ضيم لا تفضل علي بالماي عوف المطرة تسقيني الله تجي وتشتت افكاري شارع وانت راس عميان كلها تصيح على الدين ورسائلنا شارع تجي وتشتت افكاري شارع وانت راس عميان كلها تصيح على الدين ورسائلنا طفل شنه وبطن الظرف ترفس على نارك شنه جابر غير سوالف الهندس وصح احترق من نارك بس الظلمة وازتني واقول النارك تونس والجافيني الجافيني ما تدري البعد كتال الجافيني ما تدري البعد كتال المطر لو يجتمع شملة ينزل على ارض شلال الله احلم سامرك غنيت كم عرياني لك بالباب الله احلم سامرك غنيت كم عرياني لك بالباب كم عرياني لك بالباب ومن الحكي ما مكتوب لك بالروح كم مرسال كم مرسال وش كم صورة ما ماخذ هنا أنا وياك بس بباله علكهم وتوقف عن التفكير خاف الذاكرة تشكي الله وش كم صورة ما ماخذ هنا أنا وياك بس بباله علكهم وتوقف عن التفكير خاف الذاكرة تشكي محرم كل أغاني الناس وحلل بس اللي تحبه محتفظ بزعلتك ذيك وانت سؤال في الحلوات من تقرأ من التفكير الله وانا مثل الدعاء انقال انا مثل الدعاء انقال اذا تحتاج نحكيني الله انا مثل الدعاء انقال اذا تحتاجني احكيني ومو بس كون عدمناك عد بالك دخليني وشكو بيه اذا بس مره مثل الصير ترسمني وتحاكيني وشنو ذنب منغمض عين اريد القال حلنه وتبوس الشمس عين
سلام. الله الله. إذا ردت تعلم، إذا ردت تعلم لا تشلبه فوق، انزل دوم ربعك لو ردت تعلم. إذا ردت تعلل تشلبه فوق، انزل دون ربعك لو ردت تعلل. الماي جكت شريف في الماي، الماي 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 جكت شريف في الماي، الماي الماي جكت شريف. ما يشقد شريف وبي حياة الكون، يدور الناس يوما ما دورت له، ما دورت له. دانا ودانا 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 سري حبه فيك غامض، سر حبي من كشف. ايه خلاني اعشق فيك والعشق كلف، سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف. ايه خلاني اعشق فيك والعشق كلف. ايه وقاني في شباكك وانا عيني تدور، لا تعذبني والا صرت تركت المكالة. لا لا إذا ما فيك معروف، انت تحفظ صاخر الرحمة من اغلى التحف، وانت في دنيا قضية ما تحملها ملف. انت تحفظ صاخر الرحمة من اغلى التحف، وانت في دنيا قضية ما تحملها ملف. انت غلاس رباعي الحروف، لا تعذبني والا صرت تركت المكالة. لا لا اذا ما 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 فيك معروف. اهنيكم والله، قصائد جميله يعني، خليتونا نروح بغير جو. انا اعرف الفنان عمار اسماعيل اذا حب القصائد يرد بالمثل، والدليل شوف شلون ردكم استاذ عمار الحبيب. ايون شنو هالتغير؟ سولف لنا شو هالتغير. مشكله سبب لي اطعامه برزقي. شنو هاي؟ الناس تعرف عمار اسماعيل 140 كيلو سمين ولحيه كبيره، كل سمين حجي. فجأة غيرت الصورة الخلفية، يعني سويت دايت وضعفت الحمد لله والشكر، وسمن مرض يعني الحمد لله والشكر. هسه وصلنا مرحلة حلوة ما شاء الله عليك يعني، شباب يعني العقال صار مكبرك كلش. وين كبرت سمينة حجي كنت مو؟ اي والله. وهسه اصغر منك. لا ما شاء الله عليك، ان شاء الله طولت العمر، عين باردة عليك. يعني السمن والضعف هم يأثر على الفنان برأيك؟ طبعا واي أثر. يعني انا كنت انا الجد الوسط الفني الموسيقي يعرف
النفس يصير عندك مو طويل بالسمن. بالسمن النفس يصير مو طويل، يعني ما تقدر تجاري مثلا اذا كان مطرب متمرس مثلا بدها تغني وياه ما تقدر تجاريه، صار عندك النفس قليل يعني لين لياقه. زين انت نفس لياقه الرياضه، حبك للفن وضعفت نفسك لو انت تريد تغير كلهم الفن والي والنفسي والمستقبلي، يعني المفروض هو السمن مرض يعني، فواحد يتعالج من مرض السمن مرض يعني. سولف لنا شوي على اعمالك القديمه الجديده، مجهز شيء؟ والله مجهز اعمال، بس عندي اغنيه راح تنزل الحان وكلمات الفنان كاظم مدلل، اغنيه للمرحوم الخال الله يرحمه ضياء حسين، عدناها يعني صيغه جديده كملت يعني، بس ما راح انزلها على العيد يعني، بعد بها شغل يعني، فراح تنزل بعد العيد. وعندي عمل نزل هسه اخير شيء يعني يا دار، هم الحان كلمات كاظم دلل. كاظم دلل. ايه. انت تميل للحزن اكثر؟ طبعا كنا حزن. شجن يلوق صوتك هذا الكبير. ايه انا انت بالمناسبة يعني لقاءات العيد ما اطلع به. يقولوا لي سوي جو، قلت لهم انا حزن اغني. حزن. ايه. اليوم وياك شعره هو اليوم واحنا نقلبها حزن. دل. ان شاء الله لا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حميد جاسم الغالي كل الهلا بيك من كربلاء لبغداد. الله يسلمك. سولف لنا. يمتى كتبت شعر؟ يعني كتبت بال 2016 تقريبا. 2016 ما شاء الله، وهذا الابداع مالتك. طول عمرك. بمن تاثرت؟ اكيد يعني شعر قبل الغر. اكيد شعر. لا مو يعني طبيعي اذا تاثر بالقبل يعني بالجيل اللي قبلك. حلو. هي طبيعية. خطوة حلوة طبيعية ليش لا؟ اي بس حميد تاثر بالمرحوم الكبير كاظم قاسم. رحمة الله على روح. هم تعكزت على أخوك كتابة الشعر مصطفى العياشي؟ تحياتنا ساعدك بشي؟ تحياتنا لمصطفى العياشي الغالي، كل عام وانت بخير وسنة سعيدة عليك. مصطفى العياشي يمكن السبب اللي خلاني يعني ما أسمي حميد العياشي، هاي واحد يعني أنا حميد جاسم. أيوه هو مصطفى العياشي. هو مصطفى العياشي بالوسط. فهاي يعني اول ما بديت فانا قلت هذا السؤال ممكن بالمستقبل راح انسال عليه وانحرج. تريد تنفرد بلون واحد؟ ايه فانا انا من البدايه اخو حميد جاسم وتمشي الامور طبيعيه. شو اخبار كربلاء المنتديات مالتها؟ انت مساهم منتدى سمير صبيح؟ ايه شاعرنا تحياتنا له. تحياتنا له من والله. المؤسسين مالته؟ ايه من المؤسسين. وكربلاء يعني هاي الفتره يعني كلش بخير. دومكم ان شاء الله. يعني انا ذاك اليوم قاعدين كان عندنا مهرجان وفي محافظه شعراء وكذا صارت قاعده، قلت لهم هاي الحكايه ويمكن حتى لو تنحسب علي بين محافظه كربلاء مصنع للشعراء. حلو واحد من يتباهى بمحافظته. اي مصنع للشعراء خاصه من شعراء شباب عندهم ثقه بروحهم في مستقبل الاعمال. طبعا تلقى شاعر شاب ومساعد بتاسيس منتدى. العراق كله شعر، بس احنا عندنا مع احتراماتي لكم كل شعراء كل واحد يقول انا الافضل انا الاول. لا تقول انا الاول، خلي عملك يتكلم. صح. يعني ذاك اليوم صارت مشكله بالناصريه، واحد يقول انا الاول بالأبوذية والثاني ما أعرف شعراهم شباب. كلنا شعر، العراق كله شعر كله شجن، العراق كله إبداع، هو بلد الحضارات يعني. متجي للفن للموسيقى هم يعني الأول، ما نقدر نقول بغداد، ممكن نقول العراق كله شعر. صح. كربلاء كله شعر، الناصرية كله شعر، جميلة العمارة كله شعر، البصرة كله شعر. يا أخي بنينا وقريب على بلاد الشام شعراء يكتبون الحسشة مال الجنوب بطريقة مو طبيعية. كان أبو هي من الزمن القديم، كان أبو فراس الحمداني. مو؟ يعني من الخلفاء والأولياء على نينوى وشاعر كبير. الموصل يكتب الحسشة الجنوبية. صح. إذن العراق كله شعر. صح. تحياتنا للكربلة. لكن العراق كله شعر. قبل لا أتحول الموسى إلى محمد داوي. مشاهدينا الكرام، أبقوا ويانا ناخذ فاصل موسيقى وراجعين لكم. Thank you.
بعد الفاصل خلوني انتقل لموسى. موسى جبناه على الاسم كنا نسولف على حميد جاسم ومصطفى العياشي. انت من عائله كلهم شعراء ومعروفين، يعني اكثر من 5 شعراء عندكم بالصنقور. صح، تحياتي. مش عجب انت اكيد تحياتنا لهم، كل عام وهم بالف خير. ليش انت الوحيد موسى المحمداوي؟ هم كلهم علي صنقور، حسين صنقور، فاضل صنقور، ناظم صنقور، صباح صنقور، كلها صنقور. صحيح. انت شلون فردت؟ اول شيء تحياتي لهم، وثاني شيء يعني انا بنظري يعني اشوف كثره الاسماء يعني لها جانب سلبي اكثر من الايجابي. شلون؟ هاي وحده يعني مثلا تشابه الاسماء عند المتلقي. صح. زين، هنا راح ياخذ بيت الغير واحد ينسبه لواحد ثاني، هاي وحده. اثنين، انا كشاعر مبتدئ طلعت بهذا الاسم لان اسم صنقور يعني اسم كبير، هم شعراء كبار وعاصره والاجيال اللي هي قدمت ما قدمت من الابداع، يعني امثال كاظم اسماعيل القاطع، عريان السيد خلف، عاصره وهاي الاسماء. فانا كشاعر مبتدئ من اطلع باسمهم اي شيء يطلع منه راح يحسب عليهم، يعني من ناحيه اذا كانت اخفاقه تحسب عليهم وذا شيء جيد ايضا. فهذا يعني السبب لا اكثر ولا اقل. بالعكس انت تعرف يعني علاقتي انا كلش طيبه بعائلتي. اقنعتني. فزوات قلبك. ابوك ليش ما يسمعك؟ ها؟ ابوك ليش ما يسمعك؟ لا دائما يسمعني. لا يقول ما يسمعك. لا دائما يسمعني. بس مرات يعني مو الوقت مو ما يقبل عليك؟ والده شاعر وعمامه شعراء. يعني هو يصير ملل من جو يعني الشعراء البيت ما يسمعه. خلى حتى لا نغادر الجو هذا الجميل، خلونا استغل يعني وجودكم، انتم كبار بقصائدكم رغم صغر سنكم. الله يسلمك. اكيد عمار هم من الداعمين للطاقه الشبابيه يعني. طبعًا. شكرا لجيتك تشارككم. هم شاب؟ اي طبعا مو كبير، مو مثل قبل يعني. راح العقال. لو بعدك على العقال. لا البركه بالعقال بس. كلك انت خير وبركه بالعقال وبدون عقال. حلو روحي. حميد. انقلنا رجعنا الكربلة، خلينا نسمع. خالد لا تبخل علينا اليوم، انت وموسى ما ريتكم تبخلون علينا. لا يا يعني. فرقاكم جزء من الريش، سهم ويلوح من بعيد. الله. تكحلتوا بجفه وإلكم الروح تريد، حزنكم يشرب بدم تتن شي فيد. الله الله. حزنكم يشرب بدم تتن، يشرب بدم تتن شي فيد. سودنت الهوى وما مر على الشباك، وكل هذا وقلت يلا اللي يريد يريد. ما تدرون كل ضحكة ويا غيري الدمع بيزيد، ولا تدرون الليل اللي يوجع المشتاق يومكم عيد. سنابل تانت بروحه على بيعتها ومناجلكم بطت شتريد. زين طيوفكم صدفة ضحك تعويد. الله. الفخاتم سافرة شلون العشوش تيد. الله. زين طيوفكم صدفة ضحك تعويد. الفخاتم سافرة شلون العشوش تهيد. فرحكم مشتعل بي وحزنكم ضاع شامة بجيد. الله الله الله. عمور تسمع شعراء الشباب؟ أكيد أسمعهم، كل الشباب أسمعهم وكل الكبار أسمعهم، لأن هو الشعر يغنى. صح. هذا المطرب لازم يسمع شعر. صار عندك تعامل ويا شعراء شباب لو؟ اكيد. تحياتنا للشاعر صديق كاظم الديري. تحياتنا له اكيد، وكل عام هو بخير. كل عام هو بالف خير. كتب لي اكثر من اغنيه يعني، وكمل لي على اغنيه شاعر ما لقينا يعني ما لقينا، يقول والله حيرني البشر ما بي امان، يوف الساعه ورا الساعه شوفه خان. كامله هي هي شي ناس شلون بيها. خلنا نسمعها غنى من صوتك بعد. الله ما يرضى عليها. فما لقينا الشاعر يعني. هي. من خلال شاشتكم ان شاء الله القى الشعر إن شاء الله. فكمل الكوبليهات الوراء. شكرا لهاي الامانه تحملها غيرك. ايه؟ غيرك والله يسجلها ما يعني. هواي كتبت التواصل الاجتماعي يعني.
فنان هو نزلت نزلت هي ومضة او ما اعرف هيك نزلت يعني والله حيرني البشر ما بي امان فقلت لها يصير اغنية كاظم قال لي انا ما اقدر فنزلناها اعداد الكلام كاظم ما قبل ينزل الكوبليهات اللي وراء يعني هاي كاظم البديهري تحياتنا اليه والشاعر لليوم انا ما اعرف منه والله حيرني البشر ما بي امان يوم في ساعه ورا ساعه اشوف اخوان مكملها الاغنيه انت مكمل الاغنيه بس يعني ما كامله بعد هي اللي قارن بس راح نسمعكم شيء خلينا نسمع شيء الكبير عطى السعيدي الله مفهوم عطى السعيدي العقد والحل بديان راعي الراي الله العقد والحل بديان وانا راعي الراي ما محتاج منكم واحد يحلي انا المصر التابع وقرأ التاريخ انا الكل وكلكم جزء من كلي الله العقد والحل بدي وانا راعي الراي ما محتاج منكم واحد يحلي اجداد اجدادكم كانوا اللي يتباع حسنتم واهلكم ظل على ظلي انا انا ما مصر التابع أنا المصر التابع وقرأ التاريخ أنا الكل وكلكم جزء من كلي أنا معدل وعدل الماي لا توياي روح أعدل ربعكم لا تعدلي أنا معدل وعدل الماي لا تسوياي روح أعدل ربعكم لا تعدلي أبشرك صافي وما عندك كل إشكال بس أصلاً وجودك راح يشكلي أنا معدل وعدل الماي لا تسوياي أنا معدل وعدل الماي لا تسوياي أنا معدل وعدل الماي لا تويا وروح عديل ربعكم لا تعدلي أبشرك صافي ما عندك الإشكال أبشرك صافي وما عندك الإشكال بس أصلين وجودك راح يشكل وبس أصلين أكيد والحل بدي وانا راعي الراي أكيد والحل بدي وانا راعي الراي ما محتاج منكم واحد يحلي أجداد أجدادكم كانوا ويلي يتبع أجداد أجدادكم كانوا ولي يتبع بس انتم وهلكم ظل عد ظل انا معدل وعدل الماي لا تويا انا معدل وعدل الماي لا تويا بس اصلني وجودك راح يشكل وبس اصلين وجودك راح يشكل اللي يروح اللي يروح في خير لا رماح اللي يروح اللي يروح في خير لا رماح لا تبجين يا عيني لا تحزنين يا روحي لا تبجين يا عيني لا تحزنين يا روحي شايلوني شايلوني شايلوني
شلوين ايه حمودي حب ما عدنا وياه من اليوم ننساه تبين حوبة المجروح عسى الله لا 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 يهنيه حب ما عدنا وياه من اليوم ننساه حب ما عدنا وياه من اليوم ننساه تبين حوبة المجروح الله لا يهنيهين اللي يروح خلي يروح والبي خير لا ما راح اللي يروح خلي يروح البي خير لا ما راح لا تبجين يا عيني لا تحزنين يا روحي لا تبجين يا عيني لا تحزنين لا تحزنين يا روحي الله الله وين رجعتنا بما ذكرتنا حقيقة احنا نفرح من يقعد يمك فنان يسولف لك قصيدة يغني لك اياها من الشعراء سابقينك بالتجربة طبعا يعني هاي هم تنحسب لك اليوم تهواي راح ينحسبن لك ينحسبن لي بس خاف ما يرضى علي لا ان شاء الله الكل راضين عليك حتى لين نطلع من الجو اي موسى سمعنا ترى ما الها اي داعي خوش بيتك شقق المرسال ليش تشوف في الساحي الله ترى ما لها اي داعي الله بيتك شقق المرسال ليش تشوف في الساحي ومن تجرحنا رد بخير وجه يمك ونفس اللون قلبه وشعره وشراحه من تجرحنا رد بخير وجه يمك ونفس اللون قلبه وشعره وشراحه واحنا شبينا صرنا شموع محترقات وهدينا بضوانا وظلمة سنينك واحنا شبينا صرنا شموع محترقات وهدينا بضوانا وظلمة سنينك وانت بكرها وتحار تجيني تقلي ليش نكبر الموضوع انسى بيننا وبينك يا اخش قد صلف ما تنكسر عينك امشي لوحدي سواح وسواح الوجع بيه امشي لوحدي سواح وسواح الوجع بي وليش اعتمد على النسيان قلت خل اذكر شوي وذكرهم من نجع للبال كنت خافيهن على الناس كلهن بين بي الله ذكرهم من نجع للبال كنت خافيهن على الناس كلهن بين بي هدان الله ونسيت الراح وخذت كل شيء في ضمتاه وبقى صبره وبقايا الشوق مثل الشات والراب اللي سافر ما يروح بعيد جسمي يفردول ويروح وقلبه مشلب بقاعد الله اللي سافر ما يروح بعيد جسمي يفردول ويروح وقلبه مشلب بقاعد واحنا شبينا صرنا شموع محترقات وهدينا بضوانا لظلمة سنينك وانت بكل رهاوة حال تجين تقول لي ليش نكبر الموضوع انسى بيننا وبينك يا اخش قد صلف ما تنكسر عينك امشي لوحدي سواح وسواح الوجع بيه وليش اعتمد على النسيان قلت خل اذكر شوي وذكرهم من نجع للبال كنت خافيهن على الناس كلهم بين بيه هدان الله ونسيت الراح وخذت كل شيء في ضمتاه وبقى صبره وبقايا الشوق مثل الشات والراح اللي سافر ما يروح بعيد جسمي فردول ويروح وقلبه متشلب بقاعي وتعدى الشوق بصدري وعبر حد ما قعد بالراس عقب ما فارقت ننت رحت حبيت كل الناس عقب ما فارقت ننت رحت حبيت كل الناس يا من طبعك طفل كون القلب جامد من تكسره ركضة روح لا ما تبقى قدامي ما تلقى بشر مثلي
بشر يشتاق بأحلامه، بشر عاشر فحم وتراب وابيض كان هندامه. قلت نتفارق ونبعد احنا الشوق مو جونه، قلت لك احنا ما بادين وبعدنا بهالعشق ثونه، جبت لك شعر الاسود ذاك ليش بأبيض لونه، شنت مبعد واحسك هيج وبعدك مدة ذراعي، ويظل طيفك يجي ويروح ويترك بالعرس ناعي، وحلفك بالسهر والليل بيئتك شقق المرساه ليش تشوف السراعي. الله الله الله، قصيدة كبيرة، أهنيك على هذا النفس الجميل يعني اللي وديتنا وين رجعتنا وين، قصيدة كبيرة أهنيك. فدوى روح. شكرا لإبداعك يا حبيبي يا حبيب علام، فدوى لقلبك. حميد، انت جربت بالبداية كان كتابة النص الحديث القصيدة الحرة حولت للصد وعجز، يعني اكو شيء حولت منها؟ لا مو حولت، ها والله بس ما كنت اكتب هذا الشيء، كنت اكتب يعني تجربة جديدة. ايه ايش حسيت اكو فرق؟ ايه هواي. وين تلقى روحك بالقصيدة المفتوحة ولا بالصد وعجز؟ هو الشعر وين ما كان السؤال عادي. انت روحك وين تلقاها؟ باثنين. باثنين اي، بس العجل شنو صار الفرق؟ الفرق وين؟ اي الفرق بالوصول، يعني انا لو اكتب ذاك الناس ما قاعد يمك. لا بالعكس ان شاء الله تقعد حتى لو يعني لا مو بس انت، يعني هواي هواي ودتني لاماكن لو اكتب ذاك اللون ما اوصل. لا يعني المفتوح؟ ايه لا ليش، كانوا عندنا ضيوف ويكتبون القصيدة المفتوحة واجوا هنا مبدعين قصائدهم كبيرة. احتمال انت بس مثلا هواي ناس او يعني مقاطعة لهذا الامر. الشاطر الرأي موسى؟ لا بالعكس المفتوح يعني الشاعر هو يشوف مساحته باللون او بالوزن اللي كتبه. اليوم انا اشوف مساحتي بالمفتوح اخذ راحتي بي، اكو ناس تشوف مساحتها بالحرفة بالوزن القافي اللي هو يكتب أوزان مثلاً الأندلسي اللي يشوفون البعض صعب، يعني يتفنن مثلاً بالأوزان يطلع الحرفة مالته، بس مرات القصيدة الحسية تتمكن وتوصل للمتلقي أكثر من القصيدة الصورية. مع ذلك أكو قصيدة متكاملة، قصيدة متكاملة بيها وحدة موضوع وتكون حسية وبيها بعض الصور، يعني مو تكون مقحمة وتاخذ على حساب وحدة الموضوع. هنا راح يصير الشاعر مو متكامل والخلل بالقصيدة زين يعبر احتمال على الجمهور على المتلقين، بس ما راح يعبر على الذائقة وعلى النخبة يعني بصورة عامة. عم والله أنا أهني بي الصنقور فدوى القلبة والله العظيم أنا حبيب. قلت لهم أصروا حيلهم وطلعوا موسى فدوى القلبة اللي يزعلون علي إن شاء الله كلهم شعراء، بس أنا أمين أنت أصغر واحد بيهم مو؟ إن شاء الله أصغر واحد أي. بيهم ختامها مسك هو أصغر واحد بيهم اروح لك. شو سمعنا حتى نرجع العمار يريد يرجعنا لهذا التاريخ العظيم ان شاء الله. عمار المونس معاتك معاتك بالزعل تضحك وتتباهى وتهون لك دمعتي وعيون المبلله لو ما تحكي وياها. الله هسه الدمع فدوتك هم القصيبة منهم من بعد داراها. الله هسه الدمع فدوتك هم القصيبة منهم من بعد داراها، وكلهم كذب يا طعم بس أنا اللي بحالك. شبقاتي برد الشتاء ما مرن ببالك، وكل ما أرد من حرب بايت بمتن الندى وصايد شن الغالي. الله ومن الله. نرد من ديرتك دمع على دمي يصب، ما حد يقول لي شكو يعرفون كالتالي. الله يعرفون كالتالي وما تذكر حكايتك. الله وكل ما ارد من حرب بايت بمتن الندى وصايد شن الغالي، ومن نرد من ديرتك دمع على دمي يصب، ما حد يقول لي شكو يعرفون كالتالي. وما تذكر حكايتك قلت لي شي حرك الهوى، قلت لك اللي جرالك ايش حسبالك بفرقتك ما موت حسبالك. وهي كانت تايه صرت ما ينذكر صوتي
كونك تعوف الزعل والله عاد انتظر من الصالح بموتي. الله الله الله. وما تذكر حكايتك؟ قلت لي الشحر كل هو وقلت لك اللي جرالك. اش حسبالك بفرقتك ما موت حسبالك. وهي كانت آية صرت ما ينذكر صوتي. كونك تعوف الزعل والله عاد انتظر نصالح بموتي. ولو إلك نية ترد شعرايا من حاجبك بيسلم علي. الله. وعودانا من نسيل مالك نشد بي. الله. سلام. الله الله. ابن كربلاء البار والله خير تمثيل الكربلاء. قصيدة كبيرة. قصائدكم كبيرة يعني انا شهادتي بكم مجروحة. الله يسلمك. الحب. نسمعكم شوية الأستاذ الكبير حسين البصري. قبل نسمع من أستاذ عمار الحبيب الغالي خلنا ناخذ فاصل. أوكي. مشاهدينا الكرام ابقوا يانا ناخذ فاصل موسيقي ونرجع ويا الحبيب ويا الحبيب الغالي عمار إسماعيل. رجعنا وياكم من بعد الفاصل ونروح للحبيب عمار. قبل لا تغني عندي سؤال بدي اسالك اياه. انت عندك عقد ويا شركات فنيه لو ما لا. عندك؟ ما عندك. لو عندي عقد اسامي نجم النجوم. تشتغل على حسابك؟ اشتغل على حسابك. يعني شغلك انتاجك. لا انت الكبير هم يعني هم خساره انه ما يكسبون هيك صوت يعني. لا هم انا ما اريد اكسبهم ولا يكسبون. خليهم مكانهم يشتغلون مكان اشتغل. انت يعني مع او ضد الفنان يوقع عقد؟ ضد يعني. أنا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حر. أنا وياك نعرف هذا المجال بس المشاهدين هم يردون هسه يعرفون مثلا ليش ضد؟ ضد إنه أنا أسوي لك أغنية. إيه. أسوي لك قصيدة طلعها بالتلفزيون. أستاذ علي أنت شاعر تعال راح أصور لك وأروج لك إياها. بس أنا وياك بالشغل بالليل تطلع حفلة تغني يم عائلتك أخذ وياك بالنص. تغني يوم صديقك عدل؟ بالنص عدل اخذ وياك فلوس زي انت مشتريني عندي فاتحه ما اقدر اطلع لا تطلع تشتغل رتبت لك موضوع عن برنامج عندك حفلتين عرس يعني حفلتين رصف. تخرج اي طبعا عندي فاتحه يقول لي ايه راح اعطيك اجازه يومين ورا يومين تطلع فاتحه مثلا والدي توفى الله يحفظه يا مثلا الله يا اخي يا اخي ما اقدر اطلع مريض ان شاء الله يطيل طولة العمر وكل عام وانت بخير والدنا انت وعمنا وحبيبنا يعني مثلا عندي مصاب يا اخي انا مريض ما اقدر اطلع نفسيا المطرب نفسيه يعني ما اقدر اطلع غني اليوم ما اقدر غني هي غصبه كلها تطلع لا تطلع عندنا انت موقع عقد وياي تطلع انه انا اليوم انت نازل بكذا وكذا وكذا نازل ب 1000 دينار هنا ب 1000 دينار هنا ب 1000 دينار هنا تاخذ 1000 ونص لك و1000 ونص لي زين يا ابا انا ما اريد اطلع اليوم زين هاي واحدة من الملايين سوالف يعني واذا مثلا اذا انتهى العقد يعني تقدر بعد تطلع مثلا يعني اي سوي لك شرط جزائي مليون دولار وانت بيتك حتى لو منتهي العقد سيارتك بالقصد وعندك العقد بمليون دولار شلون هاي حل اياها يلا منين تعطي الشرط الجزائي اللي يخليه عليك والله يخلي عليك شرط جزائي يخلي عليك شرط جزائي مثلا مليون دولار
سواء نجحت او ما نجحت. يعني مليون دولار يعني حتى من ينتهي العقد؟ من ينتهي العقد يسوي لك مثلا فد فقره بي انه ما تروح توقع ويا غيره او ما تشتغل لوحدك. حاربونك بي. عم ابقى حر يا جاسم. ابقى حر لا صرنا خلينا خير ما صرنا عندي عائلتي اشتغل تاكسي وخلاص انتهى الموضوع. اسم مهم موجود بالوسط شلون ما صرت يعني بعد؟ لا لا يعني نقول نقول مثلا جداً. يعني مثل النجوم اللي هسه صاعدين يعني شنو انت سيارتك بالقصد؟ شنو بيتك بالقصد؟ انت نجم يعني اكون اسم هذا اذكرها هسه بالشاشه بيتك بالقصد ليش؟ من وراء العقود الاحتكار يعني شغله مو مالك. شوف هاي المصيبه زين يعطيك سياره يمولها يحملها عليك يحملها سياره ثانيه زين انت شغلك وياه بالنص ويطلبك سياره قصد يعني ترجع للبيت 50000 دينار وانت نجم ملابسه جاي تعانون مصيبه ها مصيبه ما في هي ما في السبع اللي يخلي بيها سبع يخلي بيها يعني ايده ويطلع منها بخير وسلام يحفظ عائلته من عندها. عم الله يكفيك شرهم. اي لا شر هو شر الله يبعدنا عنه. نسمع نسمع خلينا نغير جو نسمع سمعنا عجم الصول ما يستر. مو بدينا قسمة وانكتبت علينا مو بدينا قسمة وانكتبت علينا مدري اعتب على روحي مدري اعتب على الزمان الزمان الخان بينا مو بدينا مو بدينا قسمة وانكتبت علينا مو بدينا مدري اعتب على روحي مدري اعتب على الزمان الزمان الخان بينا عيونكم ظلت بعيدة وبصوركم بيدينا شلون الطير وصل لكم جنح واحد والعواذل والعواذل كاسرين بويا هلا بويا هلا بويا هلا بويا هلا ما ريزه اللي يروح من قلبي لجروح ما ريزه اللي يروح من قلبي لجروح احس يا قلب ملو ولا تظن عايب بوجهي ويسد الباب وهاي العناين ما اريد شاف وشفت ويلشي وما لايقي ويا وكل ضيمي على الراح وبس تشدين يا ما اريد خليرو من قلبي ما اريد من قلبي ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ما اريد من قلبي ما اريد من قلبي
وشاب وشفت ويل شيء وما لايق وياه، وكل ضيمي على الراح وبسج يا دنيا. وشاب وشفت ويل شيء وما لايق وياه، وكل ضيمي على الراح وبسج يا دنيا. ما اريد حدا يروح من قلبي، عاش احساسك. انت العايش استاذ. وين جاي تودينا اليوم؟ انت منا بصفحه والشعراء بصفحه، يعني اليوم راح تتعبون اليوم، لان الجاي اريد اركز على شيء ماكو صار كم هائل براسي. اريد نص غنائي تمنيت انت مغني تذكر لي اياه. نص غنائي انا غنيته بس هو كان مو الي يعني. اي. سويته موال و أم يعني كان لقاء تلفزيوني وسويته، بس هو الحمد لله شكر ما عاتبني يعني. ها اي نقدر نعرف اسم النص؟ اي يقول استاذ صابه زمزم صالي صالي. عاد خليها تكون مساجله يعني ورا عمار ننتقل للموسى ومسازلة ثلاثتكم، خلوها أبو ذيات ومضات و... الدنيا تتعب من تحط من بالها بالها بالها. مصطفى العزاوي تحياتنا له وكل عام وبالك. أموت علي أنا مصطفى العزاوي حبيب، كل عام وانت بخير مصطفاوي. الدنيا تتعب من تحط من بالها، وأنا أول من صريت خيال هالليل رفق نوتر استعيون نوم، وفرزنة نجمات من هلالها ظل واقف ومنتظر، ومن دمعة خذ ردي ومتهني، بس إش عجب مو أحلى من عندي. الله الله. وما عنده مثل وش مظل مستحف زندي، ومن قلت لي راح أنسي قلت لك أفش حدي. الله. صدمتك موتة هلي مو أزمة وتعدي. الله الله. الليل الليل رافق نوتر استعيون نو، الليل رفق نوتر استعيون نوم، وفرزنة نجماته من هلالها انا الميت انا الميت انا الميت انا الميت. عزيزة عرفة من النقاب والجنازة تبين من الشالها، ان الميت عزيز تعرفه من النقاب والجنازه تبين من شالها. شايل براسي حكي من حكي اموت، وناس 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 صعدت بالحكي المو مال. بطل يا قلب بطل يا قلب، ربعك ترى يذوق. الله طيبك الربع صدقني ما ينعد، بس ربك يوفقك كلهم يحقدون بنادم من تعبره بحقد يتعود. الله الله. بس ربك يوفقك كلهم يحقدون بنادم من تعبره بحقد يتعود. لو صيرا حلم ما مر بشر بالليل
أجب عز النهار وما قدرت أحد، لقيت الدوريت والله تعبت هواي. الله لو أعطش نهر بشفوف ويتمدد. الله بس هي المصيبة الربع غداري، إيش ما يوصلن ما يقباله فوسيت. الله الله إيش مالها الوادم علي متعافي، وانا شايل نية كلش صافية، وادم تحب اللي يحط بيها الجريح وما تحب اللي يمرهم عافية. انا شمال هالوادم علي متعافية، وانا شايل نية كلش صافية، وادي متحب اللي يحط بيها الجريح وما تحب اللي يمرهم عافية، ما تحب اللي يمرهم عافية. اجيت اشتكي من صرتي ضدي، وبد ما كسر قلبك دمع خدي، جيتي تشتكي من صرتي ضدي، وبد ما كسر قلبك دمع خدي، يا دنيا افرح وحاجي تالي شلون اجازيك، واسد باب القلب واكسر المفتاح بسيطة. اي صار اي حميد من نرد، من نرد باب اللجن، شلون اذا ردك الله. من نرد باب اللجن شلون اذا ردك، شلون اذا ردك وادرى انا روحي كنز، وانتغلى من الهوى بسوق الوجوه، ايش كثر اتلاقى وي مثلك الله، والمثلي ما يلقي وهواي من عندك الله. وتوسلت لك تظل، توسلت لك تظل، قلت لك حالات الزعل لو ما تمر ليله، تلاقيني يا موطني وادر اللي يحب موطن الظل روحه بتشيله. راجع لي راجع لي بس ما عرف يا كف عرق بيدك، او ياهل بعزنا ومتى يعرفك لو انت اللي كم يقعد ويبكي لك، او ياهل اجا مختنق وتنفس بجيدك. الله سلام الله. دانا ودانا 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 العليها عيون كانت تبتشي العيون بعد ما ريدها وكلكم تشيدون، العليها عيون كانت تبتشي العيون بعد ما ريدها وكلكم تشيدون، من بالي شلتها قد حبها كرهتها، من بالي شلتها قد حبها كرهتها، رجاينا سمها قبالي تحجون بعد ما ريدها وكلكم تشيدون، رجاينا سمها قبالي تحجون بعد ما ريدها وكلكم تشيدون، العليها عيون كانت تبتشي العيون بعد ما ريدها وكلكم تشيدون، العليها عيون كانت تبتشي العيون بعد ما ريدها وكلكم تشيدون، من بالي شلتها قد حبها كرهتها، من بالي شلتها قد حبها كرهتها، رجالة اسمها قبالي تحجون بعد ما ريدها وكلكم تشيدوا. عوضك بيش اذا خسرت، شد ظن خطط الكتاب تتعوض،
الله عوضك ليش اذا خسرت؟ شضن غلطة الكتاب تتعوض رتك للعمر شيبات بس فرقاك كان افرق. انا اللي بعت روحي اي اشعت بوقون الحظ لهسه عيون بردانات كيف الجفن ما غمض. تمنيت الجفن شفين بس الطيف ما ينكر. تمنيت الجفن شفين بس الطيف ما ينكر. صحت بصوت يل ما تمر مرباي العسل من يمر بي يصير مرباي. صحت بصوت يل ما تمر مرباي العسل من يمر بي يصير مرباي. رحت وعلى الدرب لليوم مرباي بحيث عيون طاحن بين يدي. جابت لي الدموع بيوم عيدي بعد ما اريدها لو باست ايدي. جابت لي الدموع بيوم عيدي بعد ما اريدها لو باست ايدي. هيج وصدق ترجع تجي قدامي تركع. هيج وصدق ترجع تجي قدامي تركع. وسويها درس للرايدة تخون بعد ما ريدها وكلكم تشيدوا. وسويها درس للرايدة تخون بعد ما ريدها وكلكم تشيدوا. الله عليكم مخرجنا. والله هذا المقطع انا اريده تقص لي اياه وتدز لي اياه خاص. هذا انا اريده. مشاهدينا الكرام خليكم ويانا نروح فاصل موسيقي وراجع لكم. من بعد هذا الفاصل الجميل مشاهدينا الكرام روح الحميد جاسم حبيب ابن كربلاء الجميل. سولف لي عن مشاركتك بمسابقة الشعر العراقية الجزء الثاني. سولف لي عنها. هي مسابقة يمكن هي بغداد صارت صورناها. اي ف باثناء التصوير اللجنة القاعدة قالوا يعني بالاجتماع قالوا انت عامر عاصر. شنو انت عامر عاصر؟ يعني شبهوني بالاستاذ الكبير عامر عاصر تحياتنا له. فبهالاثناء استاذ عامر هو يشتغل بال يعني دوامه بالعراقيه فخابره استاذ جبار الله يرحمه. الله يرحمه. قال له تعال اسمع حميد هذا انت. فبوقتها اجى خلصت الحلقة طلعنا للمطعم قال لي انت وين كنت ومن هاي الامور. ف قال لي الاسماء الفائزة من هاي الحلقة انت ومحمد عباس. خوش محمد عباس ولد من كربلاء شاعر تحياتنا له. تحياتنا له اكيد. فبعد خوانا ضمنت الفوز يعني هو وياهم. رجعت لكربلاء ورا شهرين عرضت الحلقة
الأسماء الفائزة محمد عباس والشاعر همين من كربلاء كاظم سعيد. تحياتنا له. إيه فظليت أنا مصدوم يعني شنو الحكي اللي صار هناك، شنو الحكي اللي تغير، فأنا عفت الموضوع حتى ما خابرته بعد. يعني شو تحس إنه مبيوعة؟ والله ما أدري يعني ليش خوهي خليها على وجهه ولا تقول له التفاز صح؟ زين هي خدمتك خذت منك المسابقة؟ هي لا هي أنت ما دام أنت رايح لها أكيد خدمتك. يعني خدمتك فادتك. زين الجيل اللي قبلك خدموا جيلكم فادوه بشي بكربلاء؟ والله الجيل قبلنا بالأجمع مساعدين للشباب. بالأجمع؟ أهنيهم. أهنيهم وهنيكم. هو هذا دليل نجاحك أنت. فدوا ما دام هم مساعدينك. فدوا الله. مو سبيل من تأثرت حبيبي. والله هو تأثر يعني. ما راح أجاوبك هذا الجواب التقليدي يعني هسه إيش أعرض؟ كل ضيق اللي كان متأثر بكاظم اسماعيل القاطع وعريان السيد خلاص صح. هذا المتعارف عليه. احنا نقدر نقول نتأثر بالقصائد اللي تنطرح، نتأثر بالشعر نفسه، تتأثر بنفسك وبقصيدتك تقدر. حلو. اي يعني متأثر يعني هاي نظرتي. اي هذا نظريتي على التأثر. يعني اكو قصيدة ظلت ببالك انت متأثر بيها تمنيت انت كاتبها؟ اي يا قصيدة بس صبري على رشا الله. اي كلش احب هاي القصيدة. الله يرحمه. شنو علاقتك بشعرات جيلك؟ انا اختي طيبه يعني بشعرات جيلك تكون يعني دائما. اذكر لي ثلاث اسماء من ابناء جيلك يعني تحسهم قريبين يعني على روحيتك. مو بس ثلاثه يزعلون البقية. لا القريبين على روحيتك يعني القريبين على روحيتي من ناحيه الشعر. من ناحيه الشعر. اي من ناحيه الشعر يعني صعبه اقول لك بس انا يعني القريبين علي حسين عبد الواحد تحياتنا له. تحياتنا له. سجاد صباح، محمد الوسمي، حسين الباحث، على داود، على طالب تحياتنا لهم. يعني اصدقاء هواي يعني وبقيه موجودين اتمنى ما يزعلون. هم تمنيت قصيده من قصائد جيلك تمنيت انت كاتبها؟ يعني احبهم بس مو اتمنى كاتب لان يعني كل واحد ولونه مختلف. انا اشوف يعني هي هذا الحلول بيكم انتم الجيل هذا دائما يعني هسه على طالب من تسمع قصيدته بدون ما تدري راح تعرفها على طالب. ليش؟ لان ادواته معروفه. حسين الباحث ادواته معروفه يعني كل شخص بينا له ادواته وله لونه الخاص به. يعني ما عندنا قصائد تشابه زين ونادرا ما يحدث بيناتنا توارد يعني والامور وديه. بالنسبه لجيلنا يعني الامور طيبه يعني ما بيناتنا اي خلاف. حميد من جيلك تحسه منافس لك يعني بالقصيده انه من السمعة تتحفز انه تكتب قصيدة اجمل؟ بالمناسبة يعني هذا جواب مو دبلوماسي. حميد ويا ابن جيلي الاخير. الله. والله. شكرا انك ما ذاتك. اي والله لان كلهم شعراء. يستفزونك من تسمعهم يعني يحفزونك انه ترجع تكتب. يعني هو انا ما احتاج اسمع لان احنا نلتقي بكوف الامارات. يعني انت يمكن تدرب هذا الموضوع. فصير قراءات. يعني انت بهاي الامسية ورا ما ترجع تكتب غصبا عليه يستفزونك بالقصائد اللي تنطرح. استاذ عمار سمعت عليك عازف عود. ايه مبتدئ مو عازف. يعني موهبه تريد تكملها لو الدراسه؟ والله هو العود سبب المشاكل يعني كنت هذا المجال بعيد عنه يعني وكانوا اصدقاء قريبين عليه عرفوني بالعود. ايه بعدين صارت مشاكل يعني صار مشاكل ماديه يعني ما اعرف منين اشتري العود يبيعوا لي بسعر غالي لان انا ما اعرف ولا اعتبر انه انا اشتغل بالليل عندي فلوس العود ابو 100 الف يبيعوا لي ب 500 فالعود سبب لي مشاكل والحمد لله والشكر. لا انا وعدك عندي اصدقاء. لا الحمد لله والشكر. لا بعد مواقع التواصل الاجتماعي ما خلت شيء مكشوف. عندك هويه نقابه فنانين؟ الحمد لله والشكر أعضاء مشاركين يعني. لو مشارك؟ لا طبعاً أعضاء مشارك. ما شاء الله. سولفنا على النقابة. والله النقابة بدأت تتحسن يعني بوجود الأخ الكبير دكتور جبار جودي. جبار يعني جودي تحياتنا لنا. بدأت تأسس يعني بدأت يعني السيطرات يعني يحترمون قبل ماكو هوية نقابة فنانين. هسه لا بدأوا نتقدم ليا عندنا فنان تفضل استاذ ما يضايقونك يعني حتى مستثنين من ايام الحظر يعني الحظر. اي ويا الصحفيين مستثنين يعني
اكو باللجان عندكم تحاسب على المطربين؟ تحاسب على المطربين باصدار الهويه، بس ما تقدر تحاسب بالليل ليش تشتغل او لا. لا لا, لا لا على مثلا اختيار النص، لا الكلام، لا ما اللحن، يعني ما يحاسبون. هم ممكن يحاسبون بالمستقبل القريب بوجود الاخ جبار جودي، ممكن يحاسبون. يعني شلون بدت تعيد نشاطها مثل قبل، وبدت اللجان قاعد تطلع. يعني انا قبل فتره في عند الفنادق دا اغني، جا الاخ حسين عجاج من يعني لجنه من النقابه، فنان حسين عجاج اي، ويا ثلاثه اعضاء طلبوا هويات الفرقه والمطربين. ما شاء الله حلوه هاي. ولو شيء بسيط يعني، بس هاي حلوه هذه. اي طبعا هذا الدليل انه هنا راح ينقطع هذا الاسفاف اللي صار بالشارع. الاسفاف ما ينقطع، الاسفاف صار من البيت. اذا يحاسبون ويفترون اي، بس انت دام البيت مفاتح لايف وجايب لك عازف اورك وتغني، شلون تلزمه؟ رايك انت هسه بالنص الغنائي اللي جاي يتداول هاي الفتره يعني بالعراق، شنو رايك فيه؟ احنا لن ناخذ الجانب السلبي. لا هو اكو سلبي واكو ايجابي. ناخذ الايجابي. اكو سلبي واكو ايجابي. السلبي 5%. الايجابي. الايجابي 95% الاغنيه العراقيه هسه بالوطن العربي وبالعالم الاولى. صح. والدليل انه كل الفنانين العرب اجوا غنوا العراقي. زين. من المغرب العربي الى الحجاز. مطربين العراق هسه الموجودين كلهم تابعين لنقابه الفنانين لو اكو قسم غير. ما اعرف يعني انا ما محتك بيهم، بس انا كعمار اسماعيل عندي هويتي واجددها كل سنه والاختبار كان استاذ محمد هادي واستاذ خالد باني واستاذ فريد عازف يعني كانوا هذول موجودين باللجنه. يعني علاقتك ويا جيلك من المطربين، منو من ابناء جيلك؟ ابناء جيلي والله هواي يعني. اي علاقتي بهم طيبه لان احنا يومين متواصلين يعني. ما شاء الله. اي الفنان تحياتي الى علي نزار. الله. تواصل يعني مستمر. فنان الملحن حسن الجابري يوميا تواصل يومي يعني. يعني اغلب الفنانين تواصل يومي يعني. حاولت تلحن نصوص غنائيه؟ انا تقريبا الاغاني اللي غنيتها قبل شويه اغلبها الحان يعني. يعني هواي يعني ما سامح يعني الحان اقدر. الحان يا الحان. اغلب شغلي الحان يعني. يعني لما ندر استاذ حمودي ميوزك تحياتنا له يعرف. تحياتنا له حمودي الغالي. يعرف يوميا فاجئ قال هاي المن ما سامح، قلت له الحان. مطربين يعني غيرك حاولت تلحنهم؟ يغنون اغاني بالليل كلهم. اي يغنونهم، بس حاولت يعني تلحنهم انه عمل ينزل على التلفاز؟ نزل عندي عمل الفنان حمد الحسن هسه دا يكمل بيه الحاني، ولو انا حرقتها اليوم غنيتها. حلو. اللي يروح خليه يروح. بس لا هو ان شاء الله يبدع بيها ويقدم للافضل ان شاء الله. ان شاء الله. حاولتوا الشباب حاولتوا تكتبون النصوص الغنائيه موسى؟ يعني انا اشوف نفسي بعيد عن النص. بعيد عن النص. اصلا اختصاصه، وبعدين برايي انا اشوفه ياثر على قصيدته وياخذ من وقت بكتابه القصيده. لا لا العكس. لا صح. يعني الشاعر يكتب لازم صح. كل الالوان يكتب كل الالوان. اتفق وياك بهذا الموضوع، بس اللي يحب الشارع الاغنيه دائما تخضع للجمهور. خلينا نكون واقعيين يعني. شلون ما تقدر انت تكتب لونك؟ اكو هاي هسه عمار اسماعيل اللي جاي يغنيهم القصائد مهمه. عمار غيره لا جاي مشي جاي احكي لك على الدارج بالشارع. اكتب العمار مع احتراماتي. اكتب العمار اتشرف. انت من تكتب هيك نص عمار راح يدور عليها. هسه شلون من الساعه سولف قال لقيت مقطوعه اكتب للنخبه ما لقيت شاعرها. ايش قد النخبه انا احكي له على الاغلبيه. انا يعرفوني اربعه يعني مو صح أكثر. احسن ما يعرفوني مليون مو صح. لا انت ما فهمت قصدي. العفو. الاغلبيه انه الاغلبيه تحس الاغنيه لازم تنزل لمستوى الشارع. انت اليوم شاعر نخبوي، شاعر تعبان يا اخي، خلي الشاعر خلي الشارع يوصل لي، ما انزل للشارع. اي هذا المقصود، بس انا هذا جانب واكو جانب ثاني يمنعني من كتابه النص. يعني انا بعيد عن هذا الموضوع. وانت حميد النص الغنائي باعتبار يعني انا اسكن مدينه كربلاء. اي وتعرف وضعيه العائله يعني ما راح يعني بعيد ما تريد تكون هاي التجربه. لا ابد. لا لا اسمع، بس هي السلاح انا اشوفه سلاح لازم ينكتب، يبقى سلاح عندك. اخاف باكر تنسي اللقاء. هو انه لا تطيب بس اقرا باللقاء. بس على فكره الوجدان كله يتغنى.
هو ادري الوجدان هسه الدليل هنا الدليل موجود اي يعني عادي يعني ما يحتاج نجيب دليل بس ما كاتب على انت نيتك ما كاتب اغنيه اي صح ممكن انا اسوي اغنيه صح سمعت عجبتني بس انت اكتب الاغنيه حصل نفسك بالسؤال مثل ما قال استاذ علي تسيلك كاتب اغنيه كاتب عبوديه كاتب دارمي كاتب الازهيري تقول لك كل الموجودات صح حتى تكون شاعر متكامل اتفق انا ماذا يعني لك اسالكم كل واحد على كم اسم وتجاوبون عليهم ايه وبعدين حتى همين اعمار ما تفلت من عند هاي زين شاعر صاحب الضويرة صوت كبير اسم كبير ما اسمع لصوته اسم كبير ميثم فالح اسم مهم جبار رشيد الله يرحمه يعني من الشخصيات اللي اموت عليها موسى اي علاب علي الفريداوي الله يرحمه شاعر يعني كبير ومن الناس اللي انا احب قصائدهم واحب حتى النصوص اللي يكتبها ناظم صنقور تحياتنا الى والدي يعني هو استاذي حسين صنقور حبيب ابو علي ابن عمي صديقي صديقي وابن عمي اثنين عجبنا هذا الجواب كلش عجبني هذا يصرفت لي مالك شغل استاذ عمار كم اسم يعني ايش يعني لك داخلك سألني رياض احمد اوه مدرسه لون لا يتكرر واسم لا يتكرر بفن العراقي ابو بكر سالم اه هذا صديقي انا احب اللون انت تغني لان انت الجيده اي انا يعني المطربين كلش متاثر بهم يعني مرحوم ابو اصيل يعني فنانين اليمن انا كلهم احبهم يعني سلمان منكوب اخر حفله كنت صغير انا الله يرحمه الله يرحمه موجودة موثقة عندي يعني على الفيسبوك يعني ما يعرفني هو بس كان حفلة عند جيراننا أبو داود أبو داود الغالي أي العاشق فإجا هو يصير عمهم حفلة ما العرس عندهم وغنيت وياه هاي كبيرة عندي الله أسامي كبيرة أنت مغني وياهم لعد هسه لا ما مغني يعني شوي غنيت وياه هسه أنت كشفت مواليدك للعالم لا لا صغير كنت وغنيت وياه شو تقول حمودي؟ بس اقول انا بعدني شاب ويا الشباب هسه مغني ويسر مال منكوب انا 94 مخرجنا شاب مغني ويسر مال منكوب شو تقول؟ هيك صغير يعني مو 94 انت؟ اي 94 انا 2001 خلينا نرجع لجو الشعر شو تسمعونا؟ سمعك جديد يا ريت والله قبل فترة تلاقينا وساكت كل شي بي وما عرفت ابدي جيت بضحكتك وبطولك وزينك وانا مكتف بوحدي جيت وكل شي بيك يقول ما ريدك جمر يتشابك ببردي الله وقبل لا اخبرك شلونك قبل لا اخبرك شلونك احبك لو مرض يعدي يا فشلش رخص فقدي قبل لا اقول لك شلونك احبك لو مرض يعدي وقبل لا اخبرك شلونك احبك لو مرض يعدي يا فشلش رخص فقدي ويا هنيال كل من شابقك بعدي من شفت برقبتك اثر ما هميت دم ما هاوش ريانك قلت كم ليلة ويعدي ومو الا بقصيبة تخلص الليل من شفت برقبتك اثر ما هميت دم ما هاوش ريانك قلت كم ليلة ويعدي ومو الا بقصيبة تخلص الليل مو هذا التتن علمة المتبدي ولك كل الحكي كذبه كل الحكي كذبه احبك لو ما رضي عدي الله الله اي موسى طاحت الشجره على خي شافت الواد وطمع جواب تقعد طاحت الشجره على خي شافت الواد وطمع جواها تقعد وبدرابين الضلوع تموت حسرة وتنقفل بيبان روحه منك أبد
كم نهر جابه والروح وما طفون، شبيه ضيع بعشق وهذا مضيعون. الله، كم نهر جابه والروح وما طفون، شبيه ضيع بعشق وهذا مضيعون، شبيه اشريهم وحط روح بمكان ما شروني، وليش اغير طبع ذاك اللي ما عجبهم، هم ذول الغيره وبالفرق لون. الله، وليش اغير طبع ذاك؟ ليش اغير طبع ذاك اللي ما عجبهم، وهم ذول الغيره وبالفرق لون. وانت انت يا حتشك مثل سكران يشهد، انت يا حتشك مثل سكران يشهد، صدقيت وما قلت حتشك كذي، وشرد اسولف هي مرات السوالف تنبت وما تنكتي. الله، شرد اسولف هي مرات السوالف تنبت وما تنكتب وما تنكتب، عشرتك حتها القصيبة وما تطول من تحت. الله، عشرتك حتها القصيبة وما تطول من تحت، بسرعة تبعد مثل عين إنسان أم ببين كلمات الجرايد، وانت شارد من حنين وأنا فكر وياك شارد، وانت شارد من حنين وأنا فكر وياك شارد، وليش طيف يزور ليلك وروحك تفزع غناه، وانا حسبتك مراقد كان سهمك حار بس الشوق بارد، كان سهمك حار بس الشوق بارد، بس الشوق بارد، كنا نشعل روحنا ونعف الشموع وكل شيء يفرح من تجين، وانت حزنك داز قلبي وانا وقلبي غيمة تنطر حاسبين، انت صح مو منا بس نلقاك بين، انت صح مو منا بس نلقاك بيني، كون حاسبنا لعشرتك شان سين، وشان عفنا القمر ما نسهر قباله ولا قلبنا يرف ذا يسأل عن يين، شان مو من الصفر منك بدين، عاذرك قلبي ومراسيلك قراهن وهن اصلا ما اجني، انا يمك خاب عمر وناس تسألني على ظني، أنا لو بالسجن كان مرتاح منك وأهلا مرتاحين مني، بسجني بسجني كان فلوس دفني وما أدري بيا وقت أطلع، بسجني كان فلوس دفني وما أدري بيا وقت أطلع، من يفز جرحك بروحي أطين عذرك حتى جرحي هي تكون بعذره، يسمع مرتب جروحك بقلبه وكل جرح لايق مكانه، لكن خلقك بيا وده من تروح وياك خفهن، لا تخلي بقلبه شيء لو خسوف القمر ينظم حزنك عين علي. الله الله يسلمك، الله الله، شعراء مبدعين روح لك علاوه، لكم مستقبل يخبر. مشاهدينا الكرام، وصلت الى ختام جلسة هذا اليوم من جلسات العيد مع البهلول، بس راح يكون مسكها اليوم عمار اسماعيل ورا ما اودحهم. شكرا فنانا الكبير عمار اسماعيل، شكرا لجيتك لحضورك اليوم لهاي الطله الجميله. شكرا لك استاذ علي وجمهورك الكريم وشعبنا الحبيب، وكل عام هم بالف خير يا ربي، عساكم بخير وسلام وعساكم من عواده، وتحياتنا للكادر وخلف الكواليس يا حبيب استاذنا، تحياتنا لشعرانا ولك يا حبيبي الغالي، حبيبي شكرا لك، شكرا لجيتك، شكرا لكل شيء اليوم قدمته من شعر يا حبيبي، يا حبيبي، وشكرا لهاي الدعوه، ويا ربي كنا قد المسؤولية إن شاء الله قدر حلقتنا في الكربل إن شاء الله قدر. موسى الحب يا حبيبي علي، أشكرك أنا، شكرا على هاي الاستضافة الحلوة، وشكرا خليتني أشوف عمار وحميد وأشوفك، أنت فرحان بشوفتك، أشكركم جدا حمود الحبيب الفنان الكبير، شكرا جيتك نورتنا اليوم، وشكرا لمتابعتكم ومشاهدتكم البرنامج، أترككم المسك مع عمار إسماعيل، إلى اللقاء. سنة رست صول مروبا. بالله ترحل بالله لتعود، خليني وحدي عايش مع العودة، دان دن دن ودان دن دن، وسمعنا يا ابو العود بالسلطنة، دان دن دن دان دن دن، وسمعنا يا ابو العود
بالسلطنة ودان دن دن ودان دن دن سمعنا يا أبو العود بالسلطنة صار الوتر شريان وبقلبي مجدود عطشان اعوف والماي مين يعزف العود صار الوتر شريان وبقلبي مجدود عطشان اعوف والماي مين يعزف العود دان دان دن دن ودان دن دن سمعنا يا ابو العود بالسلطنة دان دن دن دان دن دن وسمعنا يا ابو العود بالسلطنة يما يما راسي راسي عورني راسي يما عمرتي البيحة عورني راسي يما راسي راسي عورني راسي يما عمرتي البيحة عورني راسي يدور بيها يا زمان يدور بيها يدور بيها واعلم عليك وعليها دور بيها يا زمان يدور بيها يدور بيها واعلم عليك وعليها علاي يا علاي والوجه شيل إلك جيت وجبتني البيع سادة ودراوي علاية لو تدرين دونش فلا عجيل جيت وجبتني البيع سادة ودراوي علاية لو تدرين دونش فلا عجيل يا علاية يا علاية والوجه جنة ماية يا علاية يا علاي يا علاي والوجه جنة مراية